إلى ذلك، فقد أقيمت فعالية ليلة الأمم في مدينة عيسى الرياضية كجزء من فعاليات دورة الألعاب المدرسية الدولية، حيث اجتمعت ثقافات العالم تحت سقف واحد لتعكس أجواء من التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب. واستقطبت الفعالية حضورا واسعا من الوفود المشاركة والجماهير، حيث خصص لكل وفد جناح خاص لتقديم عرض مميز يجسد تراث وثقافة بلده. وتضمنت ليلة الأمم سلسلة من العروض الموسيقية والرقصات التراثية التي تقدمها الوفود المشاركة، ما أتاح للحضور فرصة التعرف على ثقافات متعددة في أجواء احتفالية مبهجة. وحظيت الفعالية بتفاعل كبير من الحضور الذين استمتعوا بالعروض المتنوعة التي أظهرت مدى غنى التنوع الثقافي وروح التعاون بين المشاركين. هذا وشهد الجميع بالفعالية التي أتاحت فرصة التعارف وتوطيد الصداقات بين الشعوب وتعزيز التواصل الثقافي بين الدول.